قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خليفة قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمها الله، سائلا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما رافق سموه أيضا معالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد.